عزيزتي الفنانة الرقيقة عايدة الأيوبي، يومك جميل ومحبة كبيرة قديمة. بكتب لك النهاردة علشان أشكرك، قدمتي لي خدمة يمكن ما كنتيش تقصديها، بس الحقيقة هي خدمة فرقت معايا في الفهم والتعامل. بكتب لك علشان أشكرك لأن نظرة الواحد للمراهقين والكركبة بتاعتهم اختلفت بعد قعدة معاكي، اللي هي كانت قعدة عادية مع المطربة عايدة الأيوبي، يعني ما كانتش مع الدكتورة المتخصصة. قبل القعدة معاكي اللي جمعتنا من فترة، كان التفسير المريح للواحد وقتها بخصوص فترة المراهقة واضطرابها هو الهرمونات وبس، تفسير سهل ومريح للضمير. لكن حكاية صغيرة حضرتك حكيتها لي غيرت مسار النظرة دي. لو تفتكري كنت ضيفة عندي في برنامج وسألتك عن الظروف اللي خرجت فيها للنور الغنوة الجميلة المؤثرة اللي لسه عايشة لحد النهاردة بنفس القوة وبنفس الطزاجة من حوالي 35 سنة، غنوة على بالي اللي بتقولي فيها: على بالي حبيبي، على بالي، على بالي ابن بلدي، على بالي. دي غنوة من كلماتك ومن ألحانك وغناك، وتتسمع النهاردة في 2024 تحس إنها لسه خارجة من الاستوديو مبارح. إيه الظروف اللي عملت فيها الغنوة دي؟ ده كان سؤالي. فأنتي حكيتي ببساطة عن بنت، اللي هو حضرتك يعني، بنت كان عمرها أقل من 15 سنة، وعندها أخوها اللي هو برضو صديقها المقرب اللي متعلقة بيه بشدة، مسافر يدرس ويقعد فترة برا مصر، أول مرة يسيب الأسرة، أول مرة الشخص اللي قلبك متعلق بيه هيبعد لفترة طويلة. البنوتة اللي أقل من 15 سنة دي مسكت الجيتار وقعدت طلعت عليه كل اللي كانت عايزة تقوله. البنت المراهقة دي كان إحساسها صادق بطريقة عابرة للزمن والأجيال والأذواق، إحساس بالبلدي يلسوع أي حد يقرب منه. واكتشفت من حكايتك دي إن حساسية المراهق بالحجم ده فعلا بدون مبالغة. المراهقة مش هرمونات، الموضوع مشاعر المراهق اللي فيها فوران غير طبيعي. الناس ساعات تفتكر إن النوستالجيا والكلام عن الماضي هو عبارة عن حنين للأفلام والبيوت والأغاني والمصيف والذكريات. أعتقد إن الموضوع أعمق سنة، هو حنين لطبيعة مشاعر المراهق في الفترة دي، حنين لمشاعر شخص روحه موهوجة ومولعة، شخص أي حاجة تلمس روحه تعمل تش حرفيا، كأنك رميت حتة لحمة على الجريل. مشاعر البدايات، مشاعر أول الطريق. أول الطريق ده حاجة مش سهلة، أول الطريق ده حاجة ليها زلزلة نزول الوحي أول مرة على الأنبياء. مبالغة؟ بلاش، ليها زلزلة أول مرة قلبك يتحرك في أول قصة حب، نفس الزحمة والكركبة. المراهق بيتخض، وبطبيعة سنه وخبرته مش هيعرف يعبر عن مشاعره وهي مستوية لأول مرة، فبتطلع الحاجات منه مش مفهومة، وإحنا بنفسرها بالهرمونات، لكن هي مشاعر صافية خام، فيضان بيتدفق من قلب ولد أو بنت لسه قد كفوف إيديهم اللي خارجة من الطفولة أول امبارح. حساسية المراهقين دي هي النقطة اللي بتشكل عندها الموقف من العالم، ودي خطورتها وده جمالها. عايز أقولك إن الغنوة بتاعتك بقت المرجعية بتاعتي في التعامل مع أي حالة مراهقة، وبقيت بنصح أي حد حواليا أقوله كل مرة المراهق اللي قدامك يحيرك وما تبقاش فاهم إيه اللي جواه ومش عارف تستوعب هو ليه بيعمل كده، شغل أغنية على بالي بتاعت عايدة الأيوبي واسمع مشاعرها، وانت هتفهم أو على الأقل هتحس. المشاعر اللي جوه الغنوة اللي بتأثر فيك وانت شخص ناضج وكبير ومتنور، دي طبيعة اللي بيدور جوه شخص لسه بيتهجى الدنيا، شخص لسه بيطلع للنور، شخص لسه قلبه أخضر، شخص متفاجئ بطوفان بيكركب روحه
مش دايما بيعرف يعبر عنه أو ينظمه زي ما عايدة الأيوبي عملت في غنوة اللي بيقرب منها لحد النهاردة بيتكهرب. فأنا يا فنانة بشكرك إنك نورتيلي من غير ما تقصدي، إنك عرفتيني إزاي أعرف أقدر أحس وأتعاطف مع قلب مش عارف الهجوم اللي جاي عليه من كل حتة يتعامل معه إزاي. أشكرك إنك خليتيني أبص على عالم المراهقين بصة أطيب وأدفى، ما بقاش فيها مساحة للشكوى على قد ما بقت كلها على بعضها مساحة للتعاطف. محبتي عمر